بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم قو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، اشف مرضانا ومرضاهم، وارحم موتانا وموتاهم، وألب بين قلوب عبادك المؤمنين، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا والمسلمين أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى في فقه السادة الشافعية، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وبدأنا كتاب أحكام البيوع في الجلسة الماضية، وهو أول كتاب بعد العبادات والفرائض الخمسة، وتكلم في مقدمته على أركان عقد البيع، وأن أركان عقد البيع ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا. عاقد تفكها يبقى بائع ومشتري، ومعقود عليه اللي هو ثمن ومثمن، وصيغة تفكها تبقى إيجاب وقبول، يبقى دي إيه أركان عقد البيع. هيبتدي يتكلم بعد ذلك على معنى البيع لغة وشرعا. وقال في اللغة هو مقابلة شيء بشيء، لكن احنا وقفنا على قوله اما شرعا، التعريف الشرعي للبيع يعني. فاحسن ما قيل، كنوا يقول لك احسن ما قيل، دليل ان في تعريفات كثيرة، وهو بيختار لك ايه يعني احسن ما رآه مناسبا يعني. فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي، فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، وخرج بثمن الأجرة في الإجارة. كلمة بثمن يعني خرج الأجرة في الإجارة، فإنها لا تسمى ثمنا. نشوف كلام الشيخ هنا في التعريف الشرعي، واحنا عارفين ان التعريف يعني يجب فيه عدة شروط، اهمها الا يكون باقل قدر ممكن من العبارة، والا يدخل غير المعرف مع المعرف، وان يخرج ايه ما ليس من المعرف. يبقى لازم التعريف يخرج ويدخل، يدخل ما تحت الموضوع ويخرج ما سواه، ويكون هذه الشروط متوفرة بأقل عبارة ممكنة، بحيث لو جاب عبارة كررها ملهاش لازمة يعتبر التعريف وحش. لازم التعريف يبقى كده، واخد بالك؟ فعلشان كده تلاقي فيه محترزات، تملي التعريف يبقى فيه محترزات، محترزات للإدخال أو للإخراج، إما يدخل أو يخرج بيها، دي اسمها المحترزات التعريف. فهنتكلم، احنا هنشوف الشيخ هنا هيناقش التعريف ازاي، ويبين لك المحترزات المخرجة والمدخلة. فبيقول اما شرعا مقابل لقوله لغة، وهذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء، وعليه فيعرف الشراء بانه تملك عين الى اخره. يعني ممكن تعرف الشراء بنفس تعريف البيع نفسها، يعني لو قلت ان البيع هو هنا اختار له هو تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن الشرعي، فالتعريف ده يصلح أيضا لتعريف الشراء وتعريف البيع أيضا. كويس؟ ولا يخفى
أن التمليك المأخوذ في تعريف البيع يحصل بالإيجاب من جانب البائع، والتملك المأخوذ في تعريف الشراء يحصل بالقبول من جانب المشتري. وقد يعرف البيع بالمعنى الشامل للطرفين، للطرفين اللي هو البائع، لأن هو المشتري بيبقى بيبيع المال اللي في إيده وبيشتري البضاعة اللي عايزها، والتاني بيعكس بيبيع البضاعة اللي في إيده ويشتري المال، فهما الاتنين بائع ومشتري في أنهي واحد؟ فهمت؟ عشان كده هو واخد حظه من التعريف اللغوي اللي هو المعاوضة، يعني هي فيها مفاعلة من الطرفين. وشرعا كما قال الشيخ الخطيب، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. مقابلة مال يعني متمول بمال، يعني متمول، مقابلة مال يعني ما يتمول، ما له قيمة مالية بمال آخر، بشيء آخر له قيمة مالية، هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. يقول لك على وجه مخصوص ليه؟ عشان يبقى شرعي، ما يكون خالي من الموانع الشرعية، ويتوفر فيه الشروط في العاقدين، وان يكون على ايه، مثمن مباح وعلى ثمن مباح، كل الحاجات دي، وان يكون جائز شرعي، ما يكونش ايه في مخالفات. علشان كده على وجه مخصوص، وفيه ايجاب وقبول وصيغه والحاجات دي كلها. كلمه وجه مخصوص يدخل فيها بقى كل الشروط اللي احنا هيقولها، وعشان كده يقولها لك بعباره وجيزه اهو، يقول لك هو مقابله مال بمال على وجه مخصوص اهو. ده تعريف حلو برضه اختاره الخطيب الشربين، اي عقد ذو مقابله. اما يقول مقابله مال مخصوص، لان اولا ربنا قايل لنا في القران يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، يبقى لازم العقود كلها نوفي بيها، هي دي، ده احنا مامورين بها شرعا، فطالما عملنا عقد نوفي بهذا العقد بمقتضياته، والا يبقى احنا لا نوفي بالعهد ولا نوفي بالعقد، يبقى اثمين شرعا. فالوفاء بالعقد والعهد ده شيء مطلوب من الدين بالضروره. كويس؟ عقد بيع، عقد نكاح، عقد إيجار، عقد مزارعة، أي عقد. على شكل الناس العوامي يقول لك إيه، الراجل يتربط بلسانه علشان فهم أوفوا بالعقود. طالما فهم أوفوا بالعقود تبقى أنت تتربط بلسانك، مربوط بلسانك يعني قدام الله، هتبقى شهادة بينك وبين الله إنك أنت اديت له شرط معين، ليه ما وفتلوش؟ واضح؟ فعقد البيع يدخل في أوفوا بالعقود. يبقى كل المعاملات، ابواب المعاملات كلها، واللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات شرح لهذه الايه، شرح لهذه الايه. الناس يقول لك النبي ليه ما فسرش القران؟ فسر القران. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يبقى بين لنا الايه، البيوع الباطله، عشان يبقى في اكل بالباطل، يبقى شرح لنا الباطل ايه، هو عقد الربا، العقد اللي فيه غرر، شراء ما لا يمكن غير مقدور على تسليمه، عقود باطل كلها. فيبقى النبي بيشرح القرآن من خلال هذه الأبواب المختلفة اللي فصلها الفقهاء بعد ذلك وقسموها تقسيمات، ولكنها مندرجة تحت آيات مجملة كأوفوا بالعقود أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وإلا هنا يعني غير أن تكون تجارة، مش إلا بمعنى، لكن أن تكون استثناء منفصل، مش معنى كده ان التجارة باطل مستثناء الباطل، لا، لا، يبقى اسمه استثناء منفصل، يعني مش من جنس المستثنى منه، وإلا لو خليناه متصل تبقى التجارة باطلة وربنا استثناء من الباطل دهلنا، لا ما ينفعش. نعم. فهنا علشان كده بيقول ايه، كما قال الشيخ الخطيب، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، اي عقد ذو مقابلة. إذا كأن في كلمة عقد كده إيه؟ يعني مقدرة مضمنة في الموضوع. وذلك العقد شامل للإيجاب والقبول اللي هو الصيغة. وقد يطلق البيع على الشراء، ومنه قوله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فإنه قيل المعنى كل الناس يذهب ويسعى في مصالحه، فهو مشتري نفسه، فإن اشتراها ببذل الدنيا وإنفاقها في الطاعات فهو معتق نفسه من عذاب الله، وإن اشتراها بالآخرة بأن ترك أعمال الآخرة وانهمك في الدنيا فهو موبق نفسه أي مهلكها. كما قد يطلق الشراء بمعنى البيع
قال تعالى: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. هو شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى اشترى، يبقى شرى وباع بمعنى واحد. جزاكم الله خير. قول: فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد. هو عايز يقول هنا إيه وجه الأحسنية، أنه يشمل بيع المنفعة على التأبيد، كحق المرور، كحق الممر، كحق الممر. وخلع عن التسمح الواقع في قول غيره مقابلة مال بمال، لأن الممر ده المرور ده مش مال، وإلا يبقى برضو اللي قال مقابلة مال بمال قال إن المرور ده يعني ممكن أن يقيم بمال، فيبقى مال، يبقى برضو التاني عنده حق وده عنده حق. مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، فإن فيه مسامحة بجعله البيع هو المقابلة مع أنه العقد. أما بيقول هو العقد، هو مقابلة ولا هو عقد؟ فهو البيع ده عقد مش مقابلة، ده المقابلة ده وصف العقد وليس العقد. مش كده التعريف هنا لازم يكون هو على ذات الشيء مش على وصف الشيء. واضح؟ يعني لما اقول مثلا ايه فلان حسني مبارك، اما اقول له هو انسان، يبقى ده وصفه كده، هو ده ذاته كده انسان، لكن وصفه اللي هو رئيس الجمهوري. فما ينفعش اعرف حسني مبارك الاول التعريف ايه بالوصف، اعرفه الاول بالذات، اما اعرفه بالذات اقول هو انسان، ثم بالوصف اقول هو رئيس الجمهوري. فهنا برضو التعريف لازم يقع على الذات مش على الوصف، لان الوصف فرع الذات، مش كده برضو؟ علشان كده بيقول هنا بيقول ايه البيع مقابلة، لا ده المقابلة دي صفة للعقد نفسه، فلازم انت تقول عقد ذو مقابلة. فهمت بقى كلام المشايخ؟ اصل كانوا بيدرسوا منطق، علم المنطق هو اللي بايه بيضبط هذه التعريفات. احنا كمننا ما درسناش منطق في الجيل بتاعنا، فنلاقيهم ايه هو يعني هتفرق ايه يعني الكلام ده، لا تفرق كتير، انك انت بتعرف الذات ولا بتعرف الصفة. فرعون لما سأل موسى قال له ومن ربكما يا موسى، بيسألوا عن الصفة، ولما قال وما ربك يا موسى بيسألوا عن الذات. يبقى فرعون ده كان راجل متعلم مثقف فاهم 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 كل حاجة، ما هو كان العلم منتشر في عصره، وكان هو حاكم للسحرة دول، والسحرة دول كان عندهم علوم كثيرة، فمستحيل يبقى راجل جاهل، ده كان راجل عالم علوم عصره وعنده تنوير، لكنه ربنا طمس على بصيرته فحرم من الإيمان، لكنه أسئلته تدل على إنه عالم، لأنه مش بيكرر، هو مش بيخرف، لما يقول له من ربكم مرة يقول له ما ربكم مرة، من بتسأل عن الصفة، وما يسأل عن الماهية. وعشان كده لما قالوا وما ربكم موسى قال ربنا الذي ايه ربنا الذي اعطى كل شيء، من ربكم يا موسى قال له ايه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ثم هذا اجاب بالصفه فما اعترضش ما اعترضش في من، لكن لما قال له ما ربك يا موسى قال رب المشرق والمغرب ومنهما، قال ايه قال انظروا ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، بساله على الماهيه يجاوب لي على الصفه، ففرج عليه أمة لا إله إلا الله، مع إن الأمة ما كانتش لسه بتقول لا إله إلا الله. فرج ليه عليه أمة لا إله إلا الله، قال إنه مش فاهم الكلام معناه إيه، سألته عند على الصفة فأجاب، وسألته على الماهية فأجاب بالصفة، ده مش فاهم، ده مش أهل إن أنا أناقشه، ولا يكاد يبين، مهين. فهمت إزاي بقى؟ عرفت ليه بقى فرعون وصف، لكن لأن ماهية الله غير مدركة، فلا يعرف الله إلا بالصفة، لأن العجز عن الإدراك وعين الإدراك. فلما سألوا على الماهية أعرض وأجاب بالصفة، لأن الماهية لا 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 يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ وعلشان كده هنا العقد التعريف يكون على الماهية مش على الصفة. فهمت بقى ازاي؟ التعريف يكون على الماهية مش اما اقول لك ما البيع؟
ما البيع؟ يبقى هنا تقول لي هو عقد، وبعدين تقول لي بعد كده معاوله، معاوضه، تقول لي مبادله، تقول لي اللي تقوله بقى، لكن الاول تقول لي هو عقد، يعني من جنس العقود. ولا هو طعام بيتاكل، ولا هو شراب، ولا هو ملبوس، لا ده هو عقد. واضح؟ وعلى شكله بيقول بأن التقدير عقد ذو مقابلة، كما تقدم، مع أنه لا يشمل بيع المنفعة على التأبيد، إلا أن يراد بالمال ما يشمل المنفعة المذكورة، كأن المنفعة دي متمولة يعني. واعترض القليوبي شيخ المحشي، القليوبي شيخ البرناوي، ما قاله الشارح، اعترض على ما قاله الشارح لما فيه من إيهام أنه تعريفان، عشان قال أو تملك منفعة، أو تملك منفعة، كلمة أو دي كأن بيعرفه لك بتعريفين، مش كده برضو؟ هو قال أو، فقال إن ده يوهم أنه تعريفان، ولأن التمليك داخل في المعاوضة، وقال كمان هو إيه؟ تمليك عين مالية بمعاوضة، طب ما هو التمليك داخل في المعاوضة، ليه تكرر لي معاوضة؟ أدي الاعتراضات. يبقى اعترض المحشي على التعريف اللي اختاره ده، أولا إنه هو فيه تنويع، والتنويع يوهم انه تعريفان. ثانيا فيه لفظة زيادة، يقول تمليك وبعدين بمعاوضة، طب ليه لازمة المعاوضة؟ ما التمليك داخل فيه المعاوضة. فهمت الاعتراضات؟ ولأن الربا لا تمليك فيه، والربا عقد، مش كده برضه؟ وفي نوع من المبادلة بس لا تمليك فيه. فهمت ازاي؟ فانت بالطريقة دي ايه، دخلت حاجات ما تخشش. ولأن الربا لا تمليك فيه، وكذا المنفعة غير المباحة وغير ذلك، زي استعمال آلات اللهب، واحد يأجر مثلا ايه عود عشان يعزف عليه، واخد بالك؟ او ده حرام، لان ايه، لا يصح الانتفاع بايه، بالمحرم. فهمت؟ وغير ذلك لمن تأمل. ولأجل ذلك قال لا يخفى ما في ذلك من عدم الحسن، ولو قال تمليك عين مالية أو منفعة كذلك على التأبيد بثمن مالي لكان أولى وأحسن، عشان يشيل المعاوضة ويشيل، مش يعني بيشيل 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 عشان الحاجات اللي فيها تكرار يقلل. وبرضو اللي بيقول لك اللي كان أحسن ده، لو نقعد نناقشه هنلاقيه برضو مش كامل، برضو هتبقى قابلة للمناقشة، وتفضل التعريفات كده قابلة للمناقشة على طول، كل واحد حسب ثاقب نظري يقوم يطلع لك فيها إن، وساعات يطلع إن وأخواتها، يعني يطلع اعتراض واحد، وساعات يطلع أكثر من اعتراض. فهمت؟ قول عين مالية بخلاف غير المالية، لأن مش كل عين يعني متعينة أمامك شايفها لها واخدة حيز في الفراغ، دي تسمى عين. العين يعني ما تراه العين، ليها حيز وليها جسم وليها كده يعني كتلة، دي اسمها عين لأنها ترى بالعين. ليس كل ما يرى بالعين مالي، لأن في نجاسات بترى بالعين وليست متمولة. فهمت؟ بخلاف غير المالية كالعين النجسة، ولا بد أن تكون متمولة، لازم كمان تكون العين دي متمولة، تكون غير نجسة وتكون متمولة، ما ينفعش حبة قمح، رزاية، أبيع لك رزاية؟ دي عين وطاهرة، لكنها مش متمولة، ملهاش قيمة. لو واحد لقى رزايه هيمسكها كده يرميها جنب الحيطه، واخد بالك ازاي؟ وخلاص، لان ملهاش قيمه، هياخدها يطبخها، لما ما ينفعش. يبقى لازم تكون ايه، متموله يعني متبادله، يعني ليها قيمه الناس تتبادلها وتبحث عنها وتسال عليها، يبقى ليها زبونها. فهمت؟ ادي معنى متموله، يعني ليها زبون، ليها واحد يدور عليه، يعني ليها طلب في السوق. ولا بد ان تكون متموله بخلاف غير المتموله، كحبتي بر، زي حبتين قمح. قوله وبمعاوضة، أي متلبسا بمعاوضة، الباء هنا باء للملابسة، فالباء للملابسة لا للعوض لعدم استقامته، ويصح جعلها للتصوير. وقوله بإذن شرعي، أي مصحوبا بإذن شرعي، يعني لازم يكون العقد ده مشروع، يعني ما ينفعش أروح أعمل عقد بيع على كلب، لأن الكلب نجس، يبقى ما يسمعش ده، ما اسموش عقد بيع، واخد بالك؟ لازم تبقى حاجة ايه، مصحوبة بإذن شرعي. فالباء هنا للمصاحبة، فهي بمعنى مع، يعني مع ايه، وجود إذن شرعي.
قوله أو تملك منفعة أو فيه تنويعية، فكأنه قال البيع نوعان، تمليك عين المذكورة وتمليك منفعة، يبقى البيع كأنه بيقول لك إن البيع نوعان، وتمليك المنفعة المتصفة بما ذكره، المتصفة بما ذكره أن تكون منفعة متقومة بمال. وقول مباحة وهو قيد لابد منه فيخرج به غير المباح، يبقى هنا قيد كلمة مباحة احترز منها بها أخرج غير المباح، واضح؟ فيخرج به غير المباح كمنفعة آلة الملاهي. وقوله على التأبيد أي ثابتة دائما وأبدا، ليه على التأبيد؟ أخرج الإجارة، لأن الإجارة باخدها منك يومين مش كده برضو، لكن البيع ده على التأبيد باخده على طول، واضح؟ يبقى أما يقول على التأبيد يخرج الإجارة، واضح؟ أي ثابتة دائما وأبدا. ولا بد من قيد آخر وهو ألا يكون ذلك على وجه القربة، ويقول لك إن حقه كمان يقول إيه مع التأبيد يكون لا على وجه القربة، لأن في وجه القربة بيخرج منه إيه الوقف، بس الوقف ما فيهوش معاوضة فهي خارجة بالمعاوضة. شفتوا بقى نرد إزاي؟ خارجة خارجة، الوقف بتدي مش منتظر معاوضة، وتمليك على التأبيد وهو عقد برضه لكنه مش بيع، فهمت؟ وهو ألا يكون ذلك على وجه القربة ليخرج ما كان على وجه القربة كالوقف، فإن فيه تمليك منفعة مباح على التأبيد، ونحط مع الوقف إيه عقد الهبة كمان، الوقف وعقد الهبة مش كده، ونحط كمان على التأبيد يخرج الإيجارة لأنها على التأقيت، ويخرج عقد الأمانة لأنها لا تملك فيه، واضح؟ حاجات كتير تقعد بقى تتناقش، قاعد شغل مخك تلاقي ايه بتخرج حاجات وتدخل حاجات طول ما انت بتشغل، المهم تشغل مخك. على التأبيد للموقوف عليه، يبقى الوقف ده عقد تمليك منفعة مباحة على التأبيد للموقوف عليه لكن على وجه القربة، مش كده برضو، وما فيهاش مقابل. وقد يقال يغنى عنه قوله بثمن، لان الوقف ما فيهوش ثمن، لأنه يخرج ما كان على وجه القربة كالوقف والهبة، كالوقف والإيه والهبة، الاثنين دول بيبقوا على وجه القربة مش منتظر مقابل، والاثنين عقود، عشان كده العقود يجب فيها الصيغة، فهمت؟ والصيغة يجب فيها التلفظ، لأن اللفظ هو اللي بيبين النية، عشان كده هنناقش بعد كده بيع المعطاة اللي هو هات وخد من غير ما تتكلم، ايه احكامه هتيجي بعد كده. عشان كده الامام النووي وهو قاعد بيدي درس مره اتسرق ايه الحذاء بتاعه، قاعد يدي الدرس فشاف واحد كده دخل خد الحذاء بتاعه جري، راح ساب الدرس بتاعه جري ورا الواد، يقول له ايه وهبته اياك كل قبلت، عشان عايز يبرأ ذمته، علشان يتم العقد لازم يبقى فيه ايه في ايجاب وقبول، عشان يبقى عقد هبه ايه ويتملكه ويتملك ما اخذ، فبدل ما يبقى سارق يبقى مالك، فهمت؟ لا مش بيجري عشان يجيبه، بيجري عشان يبرأ ذمته، يقول اخاف ان يدخل احد النار بسببي. بالنسبه لنا يعني عقد البيع باذن شرعي، حضرتك خرجت بيع الكلب مثلا، طب لو صاحبه الاذن الشرعي يعني بيع الكلب لمصلحه ما اسموش عقد بيع، يبقى رفع يد، لان لا يجوز عقد البيع يبقى على نجس، ما احنا قايلين من شروط الايه المعقود عليه ان يكون طاهرا منتفعا به، طاهرا، الكلب طاهر خلاص، يبقى عند الشافعي ما ينفعش، يبقى ده عقد بيع عند الملكيه لان عندهم الكلب طاهر، فهمت؟ عايز تشتري كلب على مذهب الملكيه، طب وانت شافعي عايز تجيب كلب، يبقى تجيبه على باب ايه رفع اليد، رفع الاختصاص بس، هتقول له ترفع ايدك عن الكلب ده وتخليه يبيت عندي في الحظيره بتاعتي مقابل كام؟ يقول لك مقابل كذا، خدت بالك؟ ده مش تمن، ده رفع يد. طب وايه الفرق بينهما؟ ان عقد البيع فيه الضمان، انه فيه الضمان، ورفع اليد ما فيهوش ضمان، يعني لو الكلب هلك قبل ان يسلمه اليك يجب عليه انه يدي لك كلب غيره او يرجع لك الفلوس، ده في البيع، لكن في رفع اليد ولا حاجة خالص، ما عرفكش.
ما انا اديته لك انت ما خدتوش ليه؟ فهمت؟ يبقى علشان كده بيقول ايه؟ بثمن مالي راجع للشقين وخرج بالمال غيره كالخمر. الخمر مش مال عند المسلمين، الخمر ليست مال. عند اللي بيتاجروا في الخمر مال، يقول لك دي غاليه ودي تمنها كذا يقيمها، لكن عند المسلمين ملهاش تمن، نجسه زي البول، نجس شيء زي البول كده ترميه. واضح؟ فاما يقول لك بثمن مالي خرج بيه غير المالي، خرج بيه غير المالي كالخمر والخنزير، فهو غير متمول. قوله فخرج بمعاوضه القرض، فان هو حقه يخرج بالمعاوضه هنا ايه؟ مش القرض على فكره، الهبه. الهبه احسن. الهبه والوقف والتبرع. ما هو التبرع هبه. فخرج بمعاوضه القرض. هيجي السرجين، السرجين رفع يد برضه لكنه لانه نجس، وبيع عند الملكيه. واضح؟ فخرج بمعاوضه القرض، فيه ان القرض معاوضه لان المقترض يرد بدل الشيء مش نفس الشيء الذي اقترضه، فكان عليه ان يبدله بنحو الهبه، كان حقه للهبه مكانها احسن. الا ان الشارح نظر لكون المقترض لا يرد بدله في الحال، بيحاول يجيب له مبرر يعني، بس ايه هي الاحسن؟ كان يقول ايه؟ الهبه احسن. وقوله وباذن شرعي الربا، اي وخرج باذن شرعي الربا، وقد عرفت انه لا تمليك فيه، فخروجه بالنظر للصوره الظاهريه، لانه في صورته في الظاهر عقد، لكن هو ما بينبنيش عليه احكام تمليك، بس علشان كان حقه يقول باذن شرعي خرجه حتى من صورته الظاهريه. واضح؟ وكذا يقال في المنفعة غير المباحة. قول ودخل في منفعة، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، إنما قال ودخل إلى آخره، لأن المنفعة، يبقى شوف المحترزات اللي فاتت كانت للإخراج، أخرج الوقف وأخرج مثلا الهبة وأخرج هنا بقى للإدخال. ودخل في منفعة لأن المنفعة تشمل حق الممر ووضع الأخشاب على الجدار، فاندفع قول المحشي لو قال. كان زمان مثلا الناس بتبني المباني بتاعتها، أنت بني بيت وعامل جدار بتاعه سميك حلو كده، وفي جارك عايز يبني ويسقف، يوم يدفع لك مقابل إنه يحط الإيه؟ الخشب على الجدار بتاعك، ينتفع بدل ما يبني جدار تاني يسقف عليه، هو هيستفيد بسقف بجدارك، يا إما تتبرع له، ودي احسن. واخد بالك ازاي؟ ده على باب التبرع وحسن الايه؟ الجوار. طب مش عايز تتبرع، لك ان تبيع المنفعه دي. واضح؟ فاندفع قول المحشي لو قال، والمراد بالمنفعه الى اخره، لكان اولى واظهر، ولا بد من تقدير مضاف في كلامي بان يقال ودخل في تمليك منفعه ليناسب قول تمليك، مش دخل في منفعه، ده دخل في تمليك المنفعه، لانه بيتكلم على التمليك، شو عقد تمليك؟ طيب ليناسب قوله تمليك حق البناء. وصورة ذلك أن يقول له بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا، والمراد بالحق الاستحقاق. يعني أنت ليك بيت وفي سطوح، واحد يقول لك ممكن لو سمحت تسمح لي أبني شقة فوق السطوح واسكن، هو هيبنيها بفلوسه، تقوم تبيع له أنت حق البناء ده. واضح؟ تباله حق البناء، فده برضه حق انتفاع. قول وخرج بثمن الاجره، بثمن الاجره، وخرج كلمه بثمن الاجره في الاجاره، لان اجره الاجاره مش ثمن. انا ما باجر واحد يزرع لي، باجر واحد يبني لي، بدي له اجرته، الاجره دي اسمها ثمن؟ اسمها اجره. فما يقول بثمن يبقى خرج الاجره، اجره الاجاره. كان الأظهر وخرج بثمن الإيجار لأن المخرج منه البيع، لكنه نظر لكون المخرج به الثمن، واعترض بأنها خارجة بقول على التأبيد، الإيجار أصلا على التأقيت، أنت ليه بتخرج الإيجار؟ ما هي خارجة بالتأبيد، لأن الإيجار تأقيت. واضح؟ ولذلك جعل الشبر الشبرة ملسي، من بلد اسمها شبرة ملس، من علماء الشافعية الكبار، الشبرة ملسي. في كم شبرة في مصر؟ في شبرة كتير، شبرة خيط، شبرة الخيمة، شبرة البلد،
شبرا ميلس مش كده برضه؟ شبرا مانت، في كذا شبرا في مصر، واخد بالك؟ ديسكاس شبرا، يجي سؤال كده تقوم تتكلم بقى على كل شبرا من دي واللي طلع منها من العلماء والمشاهير وموجوده فين وموقعها فين. سؤال، كانوا زمان اصل علماء الازهر بينسب كل واحد لبلده، واخد بالك؟ فيقول لك مثلا الوسني الباجوري والاشموني المنوفي الاسيوطي والسيوطي والمنياوي والطنطاوي، وكلهم ينسبوا ايه لبلادهم، علشان ايه؟ بيبقى الازهر ده محط لجميع الاقطار، واخد بالك؟ فيقوم ينسبوا كل واحد، وفلان الصعيدي وهكذا. ولذلك جعل الشبر من لسي قوله بثمن لبيان الواقع. قال المحشي: وإنما اختار الإخراج به لمناسبته للأجرة الخارجة به، وهي نكتة غير قوية. يعني والله التعليل ده نكتة صحيح لطيفة، لكنها مش قوية أوي يعني عديها له يلا. ويمكن أن يجعل يعني هنا يفهمك خلق عند العلماء، إنما يناقشوا بعض بيلتمسوا البعض الأعذار، مش بيلتمسوا البعض السقطات، ولو عذر يكون بعيد، المهم يطلعوا صح وخلاص، ولو من وجه ضعيف. شوف قد ايه. فبيعلمك هنا اخلاق، انك انت تبقى مع اقرانك تلتمس لهم العذر، وتحاول تجبر لهم النقص، وتبين ان هم عندهم حق ولو من وجهة بعيدة، غير العصر بتاعنا اللي هو ايه، الناس تحب تتعالى ويبين خطأ المقابل وخطأ الاخر، وازاي هو عايز ينتصر عليه ويقهره ويبين له ان هو صواب وان هو فاهم وغيره مش فاهم والكلام ده. فالاخلاق اتغيرت، لكن المناقشات دي بتعلمك اخلاق الجيل ده كان ايه. ويمكن ان يجعل الخارج به ما لو اوصى بمنفعة على التأبيد، وكذلك الوقف وهو الاولى. قوله: فانها لا تسمى ثمنا، يعني الاجرة الاجارة بتاعت الاجرة دي ما تسمى ثمنا، اي بل اجرة، وقد قيدنا بالثمن فيخرج ما لا يسمى ثمنا. قول البيوع، قال لك البيوع ثلاثة اشياء، ثلاث انواع، البيوع دي ثلاث انواع، خد بالك؟ بيع عين مشاهدة، بيع موصوف في الذمة، بيع غائب، ثلاث حاجات مش كده برضه؟ بيع شيء مشاهد، بيع شيء مش موجود لكن موصوف في الذمة اللي زي السلم، وبيع غائب. البيع الغائب عند الشافعية باطل، ويبقى عندنا اتنين بس اللي صح، البيع العين والموصوف في الذمة. طب بيع الغائب صحيح عند المالكية، بس ايه؟ بخيار الرؤية، بشرط خيار الرؤية، فهو صحيح موقوف. المالكية يقول لك ده صحيح لكنه موقوف عن النفاذ حتى تتم الرؤية، وله خيار الرؤية، فإن رآه غير موافقه ينقض العقد، واخد بالك؟ الشافعي يقول لك لا، ده باطل من الأول، ده ما انعقدش أصلا، واضح؟ فبيقول لك هنا البيوع ثلاثة أشياء: أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضرة، فجائز إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية، ولا بد في البيع من إجابة وقبول، فالأول كقول البائع أو القائم مقام بعتك وملكتك بكذا، والثاني كقول المشتري أو القائم مقام اشتريت وتملكت في اللام عندي واقفة، وتملكت ونحوهما. والثاني خلينا ايه في الاول، خلينا في البيع ايه المشاهد. البيوع انما اظهر مع ان المقام الاضمار للاضمار لتقدم المرجع، لانه لو اضمر لتوهم عودة الضمير للمعاملات فانها اقرب مذكور. قول: وثلاثة اشياء اي انواع، وذلك باعتبار المبيع. يبقى تقسيم البيع باعتبار المبيع ثلاث أنواع: المبيع موجود يبقى بيع مشاهد، المبيع موصوف في الذمة سلم، البيع غائب يبقى ده باطل مش موجود. فإنه تارة يكون عينا مشاهدة، وتارة يكون عينا موصوفة في الذمة، وتارة يكون عينا غائبة. وإن كان الحكم في النوعين الأولين واحدا فإن كل منهما جائز، كما ذكره المصنف، فاندفع اعتراض المحشي عليه بأنه لا يخفى أنها من حيث الجواز وعدمه اثنان، ومن حيث أنواعها أكثر،
ومن حيث اعتراء الاحكام كذلك فانه يعتريها الاباحه والوجوب والندب والحرمه والكراهه كما سياتي. قال بعضهم: وترك رابعا وهو بيع المنفعه، لكن ينبغي حمله على المنفعه المؤبده كحق الممر ونحوي، فان ذلك قسم من البيع كما علم من التعريف السابق. وقول الشيخ الخطيب وهو الاجاره فيه نظر كما علم مما مر، ولعل المصنف ترك ذلك لندوره. يعني الخطيب الشربيني خلاهم اربعه، دخل الاجاره معه، واضح؟ قول بيع عين مشاهده. اي للمتعاقدين، مشاهده للمتعاقدين، احنا الاثنين شايفينها، احنا الاثنين بنتكلم عليها، واحد مالكها والتاني بيعرضها علي، او انا بطلبها منه وهي في ايده، كويس؟ عند العقد او قبله، يا اما مشاهده وقت العقد يعني او قبله. اذا كانت العين لا تتغير غالبا، لان يشترط في العين اللي احنا شفناها قبل العقد انها تكون عين ثابته ما تتغيرش. لكن انا شفت عندك ايه؟ اكل طبخ انت وموضبه من 3 ايام، وبعد 3 ايام اقول لك تبيعه لي، طب ما ممكن يكون حمض، ممكن يكون خلص، ممكن يكون كالو، ممكن تكون اتغيرت ريحته، يتغير، فهمت؟ فما ينفعش هنا اتكلم على حاجه تتغير اكون شفتها قبل كده وتتغير بمرور الوقت، لكن ممكن اتكلم على حاجه لا تتغير بمرور الوقت، اكون انا زرته في شقته في اسكندريه من سنه واجي معاه اقول له ايه، ما تبيع لي شقتك اللي في اسكندريه دي بعد سنه، لان العقار ما بيتغيرش، واضح؟ فيبقى في الحاله دي ممكن نشتري شقه اسكندريه واحنا قاعدين في المقطم منها اللي انا شفتها من سنه من صاحبها وما اروحش اشوفها الايام دي كمان، ممكن بالرغم ليه؟ لانها مشاهده قبل العقد، مشاهده قبل العقد ولم تتغير، واضح؟ بيقول لك اي للمتعاقدين، عين مشاهده للمتعاقدين عند العقد او قبله اذا كانت العين لا تتغير غالبا الى وقت البيع كما سيذكره الشارح. ومشاهده كل عين على ما يليق بها، كل عين ليها ايه؟ الحاجه اللي تشوفها بيها اللي تناسبها. ويكفي رؤيه بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر صبر من قمح، يعني عنده كومه قمح كده هتدور عليه قمحيه تشوفها، يعني انت شايف ظاهر الصبره دي خلاص تتكلم عليه، واضح؟ ونحوه، والا فلا. واكتفى المصنف بالمشاهده عن اشتراط علم العين في المعين، وبالوصف عن اشتراط علم القدر والصفه في الموصوف، يعني في بيع موصوف بالذمه وعين مشاهده. فلما قال عين مشاهده، واخد بالك ازاي؟ اشترط هنا علم العين في المعين، انه يعرف ايه هو اللي شايفه، واضح؟ واشترط في عقد السلم العلم بالصفه، القدر وايه؟ والصفه. القدر والوزن واللون والخامه والمقاس، كل حاجه بقى. فلا يصح بيع المجهول، ومنه بيع اللبن المشوب بالماء فهو باطل ولو بالدراهم للجهل بالمقصود منه. قال بعضهم: وكذلك بيع اللحم مع عظمه. خد بالك ان دي فيها خلافات بقى بين العلماء، ها؟ لحسن تروح تقول له شفي لي العظم لحسن بيع اللحم مع عظمه، لا يا سيدي، في علماء اجازوها، لان هنا العظم ده جزء من الايه؟ مش اجنبي عنه، ده جزء من اللحم كده في المذبوح، فهمت؟ ففي علماء اجازوها، لكن علماء تانيين لم يجزوها. قال لك ليه؟ لان انت هنا مش هتعرف انت اشتريت اللحم بكام والعظم بكام، والعظم انت مش مقصودك، فكأن بقى في بيع غرر، وطالما دخل فيه الغرر يبقى ده بيع باطل، شفت الكلام؟ ده فهم العلماء يعني. وكذلك بيع اللحم مع عظمه والطحينه والقشطه. والطحينه عشان فيها زيت، وطحينه رقده، طب انا هشتري طحينه، طب ما يمكن زيتها اكتر من الطحينه نفسها، وابقى كده اتخميت، واخد بالك؟ مش كده برضه؟ والقشطه بيبقى فيها شويه لبن سايح، طب انا عايز قشطه، هتحط لي معاها شويه لبن وهيتوزنوا وهدفع انا الثمن، انا بدفع ثمن قشطه وانت بتحط لي لبن، تبقى غشاش. فهمت بقى ازاي؟ فهمت العلماء بيفكروا ازاي؟ مش معنى كده ما تروحش تشتري قشطه، روح اشتري قشطه،
انا بفهمك العلماء بيفكروا ازاي. ونحو ذلك فهو باطل ولو بالدراهم قياسا على بيع اللبن المشوب بالماء. واعتمد الشبرم اللي في الصحة، قال لك ايه؟ لصعوبة الاحتراز وصعوبة التمييز، واذا وقع الحرج جاء التيسير. فهمت ازاي؟ بس يقول له انا معاك ان على القواعد البيوع دي كلها باطلة، لكن لما ربنا رفع الحرج عن الامة، واخد بالك، والمعصور والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. في مشقة كبيرة ان انا اقعد ايه اصفي، كل ما اصفي القشطة من اللبن مرة اجي اصفيها تاني مرة اجيب لبن تاني، تالت مرة اجيب لبن. هبيع امتى بقى؟ لما طول النهار هقعد اصفي انا. يبقى المشقة تجلب التيسير. نقول له نقول بيع يا عم وتوكل على الله للمشقة. واضح؟ برضو ان انا اقعد اصفي اللحم من العظم حتة حتة وحتة حتة، صعب، صعب على الجزار، وصعب على وصعب عليك انت. هتفضل واقف يجي لك ضربة شمس على باب المحل على ما يعملها لك، الشمس تضربك، لا هتلحق تاكل لحمة ولا تعمل. يبقى المشقة تجلب التيسير. عشان كده الشبرم الليثي قال المعتمد الصحة لدليل اخر، اولا التراضي، ثانيا وجود المشقة بالتحري الزائد. واضح؟ وحينئذ يفرق بين هذه المذكورات وبين اللبن المشوب بالماء. قال لك اللبن المشوب بالماء ما زال بيعه حرام، لكن الطحينة بذاتها ممكن، القشطة بلبنها ممكن، اللحمة بعظمه ممكن. قال لك لأن الماء هنا ليس من جنس اللبن، إنما التانيين ده من جنسها. واضح؟ بأن الماء ليس من ضروريات اللبن المذكور بخلاف العظم، فإنه من ضروريات اللحم والشيرج، الشيرج اللي هو الزيت يعني، من ضروريات الطحينة، واللبن من ضروريات القشطة. واضح؟ قول أي حاضرة. سيدنا علي الخواص كان بيباع زيت أصلا قبل كده، كان بيع زيت، فكان بقى يقعد إيه يجيب بكوز ويوزن يعاير وبعدين يدي للناس، وبعدين يجي الراجل اللي هيشتري ياخد بقى وعايز يمشي، يقول له استنى استنى اجيب قطنه ويمسح الجدار بتاع الكوز عشان في شويه زيت، لان هو واخدهم علقوا بجدار الكوز نفسه. يقعد بالقطنه يديله ويديله القطنه دي ويجيب قطنه تانية ويديله ويقول له خد، فلقى نفسه بيتعب من بيع الزيت، فراح ساب بيع الزيت واشتغل في الخوص، فبقى اسمه علي الخواص لانه من تحري قاعد طول النهار حاطط قطن يدي للناس الزيت والقطنه بتاعتها كمان. فعمليه صعبه يعني، ايه يعني بقت باب ايه؟ باب ورع زائد لدرجه ان حياته صعبه، بقى مش عارف يبيع. يعني المقصد انك انت تحاول تتحرى الحلال بقدر الامكان، واتقى دون ان تضيق على نفسك ولا على الناس. انما الوقت كثير من التجار سايبينها على البحر وقاعدين بياكلوا اموال الناس بالباطل، ويغلوا على الناس ويجيبوا بضاعات فاسده، ويبيعوا الخنزير على انه لحم بلدي، والشغلانات شغاله. فربنا ينجينا. قول اي حاضرة، لو فسر المشاهدة بالمرئية كما صنع غيره لكان اولى. اصلي يقول لك ايه حاضرة يعني؟ طب ما حاضرة وانت مغطيها، يبقى مش شايف. انت حاجة تقول المرئية، المشاهدة يعني المرئية بالعين. فهمت؟ شفت العلماء عندهم دقة ازاي في كلام. لان الحضور من غير رؤية لا يكفي، اذ البيع حينئذ من بيع الغائب، اللهم الا ان يقال مراده بالحاضره المرئيه. يوم يبتدي برضه في الاخر يلتمس له العذر. شفت الادب؟ مش يقول واخطا وقال كذا وكان الاولى كذا، لا ما يليقش، يقول الاولى كذا، ويمكن يمكن اما قال كده كان قصده كده. شوف الحلاوه. احنا مش عايزين نتعلم فقه بس، عايزين نتعلم الفقه بحلاوه. زي الايمان، في ايمان وفي ايمان بحلاوه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ذاق حلاوه الايمان؟ يبقى في ايمان بحلاوه وايمان من غير حلاوه. احنا عايزين الايمان اللي بالحلاوه ده. فهمت؟ فجائز اي فصحيح، لان الشارح حمل الجواز فيما ياتي على الصحه فقط. وحينئذ يشمل الحرام. ما يقول فجائز يعني بيع صحيح. واخد بالك؟ مش معناه جائز اللي هو يقابل الحرام، لا، ده يقابل الفاسد. يبقى جائز هنا يقابل الفاسد، مش يقابل الايه الحرام. فهمتني ازاي؟ يعني جائز من الاجازه وليس من الجواز. افهم الحته دي.
جائز هنا من الإجازة وليس من الجواز. واضح الكلام ده؟ لأن الجواز ده فرع الأحكام اللي يبقى معاه مندوب، واخد بالك، ويبقى مباح ويبقى حرام ويبقى مكروه. إنما الإجازة جاية من إيه؟ من الصحة المقابلها الفساد. فهمت؟ جائز أي فصحيح، لأن الشارح حمل الجواز فيما يأتي على الصحة فقط، وحينئذ يشمل الحرام الصحيح. هو في بيع صحيح وحرام، كالبيع وقت الجمعة، كالبيع وقت نداء الجمعة، ده بيع صحيح وحرام، واضح؟ وبيع العنب لمن يظن أنه يعصره خمرا، لما تبيع أنت العنب بتاعك لمصنع خمرة، فهمتني ازاي؟ اهو ده بيع صحيح، لان انت اديت له العنب دي عين طاهره ومتقومه بمال، لكنه ليه حرام؟ انه هيقول الى خمر، فهمتني ازاي؟ فيبقى حرام من هذه الجهه، لكن هو بيع صحيح، صحيح ومحرم. وبيع العنب لمن يظن انه يعصره خمرا، والظن هنا غالب الظن على فكره. والمكروه الصحيح كبيع اكفان الموت، أكفان الموتى، لأن أحيانا بيبقى فيها مغالاة في أكفان الموتى في نوع القماش وغلاء الأسعار، وإحنا عارفين إن الأولى بالحاجات الغالية الحي، والميت أي حاجة ومشي حالك. فلما يبيع أكفان فخمة وغالية وكذا توب وبتاع، كأنه بيعين الناس على إيه؟ على الإسراف، فيبقى بيع مكروه، واضح؟ لكنه صحيح، ومكروه يعني مش حرام. مش تروح لعوف بقى الاصيل اللي نجل بيه الاكفان في الازهر تتخانق معاه، لا، مكروه بس. والكراهيه بتيجي منين؟ من جهه المشتري والبائع. البائع احيانا يزين للمشتري، ولا انا عندي كفن ولا احلى نوع، شوف ده على طول. وبعدين لما بيبقى قيم قوي بيبقى الراجل التربي عارف بالليل يحصل التربه تاني وياخده يبيعه. بيسرقوا والله اكفان الموتى واجساد الموتى، فربنا فيهم نباشين، نباشين القبور دول مشهورين معروفين، فربنا ينجينا. يسرقوا الجثة نفسها. ربنا ينجينا يا سيدي. والمكروه الصحيح كبيع اكفان الموتى وبيع العنب لمن يتوهم فيه ما ذكر. يبقى لو كان يظن، يعني غالب ظن انه هيعملوا خمرة، يبقى حرام. طب انا اتوهم احتمال، يبقى مكروه. والبيع الواجب كبيع الطعام للمضطر اليه، واضح؟ والمستحب كبيع ما يحتاجه الناس، والمباح وهو كثير، تبيع بطاريات، تبيع رداوي ترانزستور، تبيع شرابات، تبيع حاجات كده، اكسسوارات محمول، او دي كلها مباح، فهمتني ازاي؟ وهو كثير. فعلم من هذا ان البيع تعتريه الاحكام الخمسه. يبقى افضلهم مين؟ اللي بيبيع اكل. والله عشان الناس تاكل. والله لان الناس ما تستغناش عن الاكل، لكن ممكن تستغنى عن حاجات كتير، تستغنى عن المحمول. انت ممكن تعيش من غير محمول؟ تهيألي صعبه. ممكن، ما احنا كنا عايشين من غير محمول. ده انا نسيت المحمول بتاعي في العياده، قعدت يعني 12 ساعه اسعد ساعات حياتي لما نسيته، يعني بقى ازمه. بيع الطعام المضطر اليه ده مش حرام، مش تحت الحرام. ليه؟ واحد مضطر للطعام، يعني واحد ميت من الجوع وبيطلب منك يشتري طعام، يبقى واجب عليك تبيع له، ما تمنعوش يعني. بس ادي كلام الشيخ. واحد بيقول لك انا جعان، لو سمحت اديني سندوتش. يا شوف بقى، بتدي له السندوتش وبتاخد مقابل وبتاخد ثواب الواجب كمان. شوف قد ايه التجاره حلوه. يعني يا بخت بتوع الفول والطعميه، لحد دلوقتي ما فيش انفلونزا الفول، الحمد لله ربنا نجانا في الفول والعدس. لا يوجد انفلونزا عدس ولا انفلونزا فول. يلا اذني سي. فاللي بيبيع الفول ده ثواب، فما بالك اللي بيزرع الفول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخيف الميعاد. يبقى عرفنا ان البيع تعتريه الاحكام الخمسة. يعني في بيع واجب وفي بيع مستحب وفي بيع مباح وفي بيع مكروه وفي بيع حرام. وكله يبقى بيع صحيح وتعتري الاحكام الخمسة. واضح؟ زي البيع اللي مع الاحتكار، احتكار السلع. ده بيع صحيح وحرام لانه رفع السعر على الناس، مش كده برضو؟ او مكروه في غير السلع الضرورية وحرام في القوت بالاجماع. يبقى الاحتكار في القوت حرام بالاجماع من الكبائر، وفي غير القوت مختلف فيه. بعضهم قال لك في غير القوت مكروه بس مش حرام. واضح؟ قوله اذا وجدت الشروط اي اذا تحققت الشروط عند العقد، فهو بمعنى قول بعضهم حيث توفرت الشروط. يبقى اذا وجدت الشروط بمعنى حيث توفرت الشروط. فمراده بوجود الشروط تحققها بدليل تعبيره بإذا. أما يقول إذا مش إن، أما يقول فإن وجدت تفيد الشك، إن تفيد الشك، إنما إذا تفيد التحقيق. زي إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، واخد بالك؟ إنما ما يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كأن ربنا بيقول يعني إذا جاءكم فاسق بنبأ وأشك أن يكون بين المؤمنين فاسق، وكأنه إيه بيقول ما يلاقش، دي مش من اخلاق المسلمين، فيجيب بالشك وان جاءكم فاسق ما، كانه بيبين ان مش دي اخلاق المسلمين. واضح؟ من كلمه ان بس. لكن لما اقول اذا يبقى معناها متحققه بين المسلمين والمؤمنين، لانه بيقول يا ايها الذين امنوا، بيكلم المؤمنين. فلو اذا جاءكم فاسق بنبأ يبقى الفسق منتشر في المؤمنين، يبقى ما يلاقش متحقق. اذا تدل على التحقيق. لا، يقول إن جاءكم فاسق بنبأ تدل على التشكيك. شفت حلاوة القرآن؟ وده لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لابد يبقى من عند الله ده، لأن الحاجات دي ما ياخدش باله منها الإنسان المعتاد مهما كان ذكي وكاتب ذكي، لازم تفوت عليه حاجة إلا القرآن ده بقى اللي من عند الله. وعشان كده بيقول إذا وجدت الشروط، ما قالش إن وجدت الشروط، جاب إذا التي تفيد التحقيق.
فإنها تستعمل غالبا في المحقق وجوده، فاندفع الاعتراض عليه بأنه لو قال حيث توفرت الشروط لكان أولى وأحسن. نعم يرد عليه الاعتراض بأن الشروط لا تختص ببيع المعين، بل لابد منها في بيع الموصوف أيضا في الذمة اللي هو السلم. ويمكن أن يجاب بأن الشارح اتكل هناك على علمه مما هنا بالمقايسة، قوله من كون المبيع، هيجيب لك بعض الشروط اهو، من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية، كويس، ومثله من كون المبيع ومثله الثمن، فلو عبر بالمعقود عليه مكان المبيع يبقى أحلى، لكان أعم لشموله المبيع والثمن. وقد يجاب بأنه أراد بالمبيع المعقود عليه، وقد يجاب يقول له يا سيدي المبيع ما هو معقود عليه، ثمن ومثمن اسمه مبيع، واضح. وقد يجاب بأنه أراد بالمبيع المعقود عليه فيشمل الأمرين. يبقى الأول يخطأ الشيخ في أول السطر وبعدين يصوب لك الشيخ في آخر السطر، شفت الجمال؟ يعني التماس العذر للناس، التمس الأعذار للناس، أدي معنى الكلام. كان مشايخنا ما يقرأ لنا في الكتاب ونلاقي كلمة نقول خطأ، يقول لك لا الشيخ ما غلطش، أنت اللي تغلط، اقرأ كويس، الشيخ ما يغلطش، كانوا يعلمونا كده. اللي يغلط الطالب العلم هو اللي يغلط في الفهم، لكن الشيخ ما يغلطش. وقول طاهرا إلى آخره، قال بعضهم هذا وما بعده سيأتي في كلام المصنف، فهو مكرر. ودفع بأن مراد الشرع، يعني المصنف بشجاع هيجيب لك الشروط دي بعدين كمان شوية، فأنت ليه بتجيبها دلوقتي؟ ده بتتكرر كده، فهو مكرر. ودفع، ودفعنا عنه بإيه؟ بأن مراد الشرح هنا ذكر جملة الشروط المذكورة في كلام المصنف وغيرها، فلا يعد تكرارا، على أن فيه تعجيلا للفائدة، هو عايز يعجل بالفائدة يا أخي. والمراد كونه طاهرا ذاتا، يعني طاهر الذات، وصفة، صفة يبقى المتنجس، وذاتا يعني بول، ده طاهر ذات. طب وماء اختلط ببول، طاهر ده متنجس، ده صفة مش ذات، النجاسة فيه صفة وليست ذات، لأن اختلط بنجاسة، فهمت بقى؟ فبيقول المراد كونه طاهرا ذاتا وصفة، فلا يصح بيع نجس العين اللي هو نجس الذات زي الكلب والخنزير والبول والخراءة، واخد بالك، والدم والميتة، كل دي حاجات حرام بيعها، فهمتني ازاي؟ لأنها نجسة الذات. ولا متنجس برضه، لبن اختلط ببول فصار متنجسا، ينفع تبيعه؟ الواد ابنك الشاي ده قاعد يجري يجري يحبي وراح مترتر في القسط بتاع اللبن، والدنيا شتا بقى والبول بتاعه نازل زي الميه ومش باين، شيل يا واد بيع القسط، ما ينفعش، حرام تبيع للناس متنجس، فهمت ازاي؟ ما ينفعش. يبقى الواحد ايه ياخد باله من الاحكام دي. فلا يصح بيع نجس العين ولا متنجس، لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالا. لو افرض ايه ان هو نجس حاجة ممكن اغسلها، خلاص اغسلها وطهرها وبيع، لكن اللبن ده ينفع اغسله؟ اغسله ازاي؟ ده خلاص درميه ده، واضح؟ يعني حاطط قسط اللبن بتاعه ونايم وصحي بعد ساعتين لقى فاره ماتت جوه اللبن، بقت ميته، خلاص ميته جوه اللبن، تنجس، ما ينفعش بقى اكب اللبن ده ايه في قسط تاني وارمي الفاره واروح ابيعه، مين يشتري لبن؟ ما ينفعش، حرام. يبقى هشرب المسلمين حاجه نجسه، حرام، اخد فلوس ازاي؟ شوف بقى الحاجات دي كلها لو كانت الناس اتعلمتها ازاي تبقى الحياه حلوه وفيها امان. الوقت المسلمين مش مؤتمنين التجار على البضاعه اللي عرضنا، كل واحد متشكك من كل بضاعه قدام هو بيشتريها، صح ولا لا؟ لان التجار ما قروش الدرس ده، ما قعدوش القعده دي، ما تعلمش ايه هي اداب البيع واداب الشراء، ما اتقاش الله عز وجل في عبادته، فانتشر الرزق الحرام، فرفعت البركه، فغلت الاسعار، فانتشرت بقى كل اللي انت شايفه ده، كل الحياة اللي احنا شايفينها دي عشان كده. كان احد علماء الصوفية الكبار في المغرب العربي
قالوا له ايه اكتب لنا كتاب في التصوف عشان نتعلم ايه هو التصوف والاخلاق الحلو. فراح كتب لهم كتاب في البيوع، قال لهم لان اول التصوف ان تأكل من حلال، ده اول التصوف الاول، لازم تأكل من حلال علشان تبقى جوه الطاقة اللي جواك دي اللي انت هتنفقها في طاعة الله تبقى مقبولة، لان الله طيب لا يقبل الا طيبة. فمنين تاكل من حرام وتقول لي ايه الورد والسبح وقاعد اقرا كل يوم جزء قران وانت بتاكل كل يوم حرام؟ لازمتها ايه؟ مش هتلاقي اي انوار ولا اي ترقي ولا اي حاجه، مش هتوصل لحاجه. فهمت ازاي؟ فلازم البدايه هي تحري الحلال، وتحري الحلال لا يكون الا بالفقه والتفقه في الدين، وتحويل هذا الفقه الى حياه وسلوك في ايه في المحلات وفي الاسواق، وتعامل الناس فيما بينهم بعضهم البعض، تبص تلاقي تنتشر بقى المودة والشفقة والمحبة. فهنا بيقول ايه؟ فلا يصح بيع نجس العين ولا متنجس لا يمكن تطهيره بالغسل استقلالا بخلافه تبعا. فيصح بيع، افرض ان النجاسة دي تبع للطاهر، هيديك امثلة. فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين او طين كذلك. يعني كانوا زمان يعملوا الطوب اللبن، الطوب اللبن ده احيانا يختلط معاه سرجين الدواب والدجاج وهو بيعجنه، يبقى صار متنجسا وبنى بيه الدار. ينفع تشتري الدار دي؟ ينفع، لان هي ايه يعني مش مقصوده لذاتها، النجاسه هنا مش مقصوده لذاتها، فيصح تبعا لا مقصود لذاته. فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك، أو أرض مسمدة بذلك. أرض مسمدة برضو إيه؟ بسرجين. السرجين اللي هو إيه؟ اللي هو السبخ، اللي يسموه الناس الفلاحين السبخ، اللي هو يسموه الناس المهندسين سماد عضوي. أنا بقولها لك بكل اللغات، سماد عضوي مش كيماوي. يعني يفتح المجاري يدخلها في الغيط يقولك سماد عضوي، ايه يعني؟ وبعدين يطلع بطيخ تخبط على البطيخة تقولك احم. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. يبقى كذا، او ارض مسمدة بذلك. ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط كمان لعلامة الرملي، قال ده حتى لو مبنية من سرجين بس فقط. وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالأزيار والألل والمواجير، وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر. والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط، والنجس ده أصلا ملوش تمن، مأخوذ بحكم نقل اليد بس عن الاختصاص، فهو غير مبيع. وإن قابله جزء من الثمن، يبقى الجزء من الثمن ده مقابل رفع اختصاص بس. ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل اذا لم تسد النجاسه فرجه. يعني انا اجيب حاجه نجسه متنجسه يمكن تطهيرها بالغسل، يصح بيعها بشرط ان تبقى النجاسه مش سده فرجه فيها، بحيث لما اجي اغسلها تبقى مخرومه تفقد قيمتها. فهمتني؟ ادي الحكايه. اذا لم تسد النجاسه فرجه بخلاف ما لا يمكن تطهيره فلا يصح بيعه، وما يمكن تطهيره بغير الغسل كذلك يمكن بيعه كالماء القليل المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة. ماء قليل أقل من قلتين، يعني أقل من حوالي 196 لتر، طالما الماء أقل من 196 لتر يسموه ماء قليل. لو وقع فيه نقطة بول بالقطارة كده اللي أنت بتحط بيها قطرة في العين، جبت قطرة بول حطيت قطرة بول كده، ف 196 لتر اقل من 196 لتر ماء يبقى ده اسمه متنجس. كويس؟ حتى لو لم تتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، ده عند الشفاية كده، لان ده اسمه ماء قليل لا يتحمل النجاسه. كويس؟ طيب الماء ده القليل المتنجس ده يمكن بيعه؟ اه يمكن بيعه، لانه ممكن تطهيره بالمكاثره. ده انا لما احط عليه 10 لتر كمان بقى ماء كثير تطهر يتحمل النجاسه اللي وقعت فيه، يبقى هنا تطهير بالايه؟ بالمكاثرة. فاهم؟ فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة، وما يمكن تطهيره بالغسل
لكن سدت النجاسة فرجة لستره حينئذ بالنجاسة. يعني افرض ان النجاسة نفسها سدة مليسة كده على الشيء المتنجس، فما تيجي تغسله النجاسة ما توصلش الماء للحتة المتنجسة، فهمت؟ يبقى في الحالة دي برضو هيفضل متنجس، ما ينفعش. لازم النجاسة ما تبقاش متليسة عليه كده. عارف مليسة؟ عارف مليسة عليه؟ مليسة عارف المحارة اللي بيعملوها على الحيطة كده؟ المحارة دي اسمها ايه؟ يليس. يليس الشيء يعني يغطيه بالطبق، ليسه يعني غطاه بلغة المصريين العامية، وهي اصل ايضا فصيحة لكنها اشتهرت على لسان الناس انها عامية، واخد بالك ازاي؟ قوله منتفعا به اي انتفاعا مقصودا، انتفاعا مقصودا من الوجه الذي يناسبه من وجوه الانتفاع، ولو في المآل كالجحش الصغير اذا لم يترتب عليه تفريق محرم بان استغنى عن امه او ماتت. يعني لازم يكون ايه؟ منتفع به. ما ينفعش اشتري حاجة مش منتفع به. اشتري مثلا ايه؟ نص حدوة حصان مصدية، وانا ما عنديش حصان اصلا، انا اصلا ما عنديش حصان، ولو عندي دي مصدية ومكسورة، يعني حتى الحصان مش هيقبل يحطها اركبها، مش هيرضى يديني رجله، يبقى دي مش منتفع بيها، ليه اشتريها؟ يبقى ما ينفعش، لازم تبقى منتفع بيها. طب ولو في المآل، ولو في المآل، يعني ممكن اشتري جحش صغير عشان بعد شوية هيبقى حمار يتركب، بس بشرط يبقى الجحش ده اتفطم من امه عشان ما ينبنيش عليه، لان الرحمون يرحمهم الرحمن، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى اننا نشتري الطفل من امه في حال رضاعه. الملعون من فرق بين الام وابنها مطلقا كده، سواء على مستوى البني ادم وعلى مستوى الدواب. شوف لعن قد ايه الشفقه، شفقه المسلمين، لكن هو اتفطم خلاص، ممكن تشتريه وبعد كده يتربى يكبر يبقى حلو. فهمتني ازاي؟ المهم منتفع به في الحال او في المآل في المستقبل، يعني ممكن تشتري ما ينتفع به في الحال او في المآل. قوله مقدورا على تسليمه، ويشترط كمان ان يبقى مقدور على تسليمه، انما تبيع حبل الحبلة زي ما كانوا في الجاهلية يبيعوا، يبيع اللي في بطن اللي في البطن، يعني لما تولد دي تستنى لما تكبر وتحمل تبقى تشتري اللي في بطن اللي شفت الجنان بتاع الجاهلية كانوا يبيعوا حبل الحبلة. فالنبي ده غير مقدور على تسليمه اصلا، غير مقدور على تسليمه، وقد يكون هي حامل في ذكر ملكوش حبل، وقد لا تتم حملها فتسقط، وقد تتم حملها ثم لا تكمل فتحمل. في 100 مانع من انه يتم العقد. ازاي تبيع؟ تدفع ايه؟ تدفع ايه مقابل ايه يعني؟ فهمت ازاي؟ ممكن الف حاجة. يبقى ده غير مقدور على تسليم وما ينفعش، واضح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عصب ايه؟ الفحل، الحديث في البخاري، ما دي بيوع في الجاهلية النبي نهى عنها عشان ربنا قال لنا ايه؟ لا تأكلوا أموالكم بالباطل. فالنبي جاء لقى الناس، نهى عن بيع الحصاة، نهى عن بيع عصب الفحل، كل دي بيوع كانت موجودة في الجاهلية بينبني عليها مضار كثير. اولا انت غير مقدور على تسليمه، ثانيا انت ما تعرفش قدره، ثالثا ما تعرفش هينتفع بيه ولا لا، هتحمل البهيمه اللي هيطأها هذا الفحل بهذا العصب ام لا؟ ما يمكن اصلا عنده عقم، انا بجيبه اصلا عشان اقعده مع البهايم وقت اللقاح علشان يمكن يحملوا ويقوم يجيبوا بهايم، او انا بتاجر فانا عايز استفيد بيه، اقعده معاهم اسبوع اكله واشربه واديله لصاحب العجل ده مقابل كمان، ما ينفعش، ده يبقى مقابل العسب، لكن يبقى مقابل رفع الاختصاص إيجارة، يبقى اديله إيجارة. ليه؟ لأن ده غير مقدور على تسليمه وغير مضمون للانتفاع به، وإيه المعروف القدر؟ شفت إزاي؟ واضح؟ ويمكن يطلع عجل أو أنطجي يدخل الحظيرة ينام طول النهار ما يعملش حاجة. فهمتني إزاي؟ مش كل ده بيحصل؟
اللي بيربوا بهايم يعرفوا الحاجات دي يحصل مشاكل بينهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الاشياء لان النبي انبني عليها ايه مشاكل كبيره. كل دي اسمها ايه؟ بيوع غرر. بيوع غرر يبقى لازم يبقى مقدور على تسليمه. واخد بالك؟ تقول له مثلا ايه؟ تشتري الحمامه اللي واقفه على الشجره دي. ايه الحمامه اللي واقفه على الشجره دي؟ هتطير بعد لحظه. اشتري ايه؟ اما تمسكها وتصطادها وتدهاني كده في قفص انا ابيعها. بس السما كمان ملكه؟ الحمامه حطيت تروح شجره ثانيه؟ ما ينفعش. فاهم؟ كان الاولى ان يقول مقدورا على تسلمه لان العبره بقدره المشتري على التسلم لا بقدره البائع على التسليم فلا يصح بها. شوف هنا الدقه بقى. يعني افرض ارض مغصوبه وانا راجل عضو مجلس الشعب واخد بالك ازاي وليه اتصالات واعرف اطلع الغاصب لكن انا مالكها ومش عارف اطلع الغاصب لان انا ماليش اتصالات انا راجل مستضعف في البلد دي. فجاء اتنين تلاتة فتوانة اغتصبوا الارض بتاعتي فيجي واحد تاني عضو مجلس الشعب يقول لي ايه ما تبيعها لي انت وانا هطردهم لك مالكش دعوه بيعها لي ابيعها له لان هو يستطيع ان هو يبقى العبره على التسلم مش التسليم القدره على التسلم. فهمتني ازاي؟ كان الاولى ان يقول مقدورا على تسلمه لان العبره بقدره المشتري على التسلم لا بقدره البائع على التسليم فلا يصح بيع نحو مغصوب لغير قادر على انتزاعه بلا مشقه بخلاف بيعه لقادر على ذلك. نعم ان احتاج الى مؤنه في انتزاعه ففي المطلب ينبغي المنع لو احتاج يعني مصاريف وتكاليف واخد بالك يبقى يمنع. ولا يصح بيع جزء معين من شيء نفيس ينقص قيمته او قيمه الباقي بقطعه كجزء ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسلمه شرعا لأنه لا يمكن إلا بالقطع وفيه نقص وتضيع مال بخلاف ما لا ينقص بقطعه ذلك لانتفاء المحظور. يعني بيقول لك أما يبقى حتة قماش أنا راجل تاجر قماش حاطط كده كل حتة قماش دي بدلة مقطعة كلها 3 متر 3 متر 3 متر عشان تعملها بدلة بالزيري واخد بالك. يجي لك واحد ويقول لك ممكن لو سمحت تديني نص القطعه دي. طب ما هو نص القطعه دي مش هتبقى بدله لو اديتك انا نصها وده قماش غالي جايبه لك انجليزي المتر فيه بالشيء الفلاني لو اديتك جزء منه قطعته هينقص قيمته فيبقى ده غير مقدور على تسليمه لانه هينقص قيمته بالقطع. لكن انا عايز 10 متر خيش ايه يعني الراجل يقطع من الخيش زي ما هو عايز ما هو ملوش قيمه لا ينقص قدرا بالقطع منه. واضح؟ يبقى لما يبقى الشيء هينقص قدرا بالقطع منه يبقى لا يصح بيعه الا على بعضه لكن ما بيعش جزء منه. واضح؟ فيصح بيع جزء غليظ ككرباس كالفل والخيش فعلم من ذلك ان المعتبر القدره على التسلم حسا وشرعا. قوله للعاقد عليه ولايه لازم للعاقد عليه ولايه اما بملك او بايه او بوصاية او بوكالة. ما هي الولاية كده يا اما مالك او وصي او وكيل مش كده برضو او حاكم عند الحجر يبقى هي دي الولاية مش كده. للعاقد عليه ولاية اي بحيث يستحق عليه ولاية التصرف الجائز شرعا بملك او ولاية او وكالة وممكن نضيف عليها حاجة تانية او حكم كقاضي على مفلس يبيع بداله عشان يدي الديانة مش كده برضو يبقى حجر. ولو في الواقع فلو باع اخد بالك ولو في الواقع وهو ما يعرفش. مثال واد من عيالي مثلا قال ايه لواحد صاحبه ما تشتري الشقة اللي عندنا دي في بيتنا والبيت ده بيت انا بيت ابوه هو مش ملكه عندنا شقة زيادة ايه رأيك ما تشتريها بكام بنص مليون جنيه. طب خلاص موافق هو اصلا مش مالك. فهمتني ازاي؟ فاتفقوا مع بعض وقبض وقال له هجيب لك المفتاح على اساس انه كان شاف الشقة دي لما جاء زاره لانه صاحبه. فهمت ازاي؟ فجاء ابني ده جاء روح البيت لاني مت هو ما يعرفش ساعة البيع ان هو ليه ولاية
لكن في الواقع كان ليه ولايه، لانه لما عمل العقد انا كنت ميت، يصح البيع لانه كان في الواقع له ولايه وهو لا يعلمها، فلا يشترط ان يعلم انه ليه ولايه، لكن الحبره بالواقع انه يبقى ليه ولايه. واضح؟ فهمت المثال؟ فهمت القصه؟ طيب صح صح، بس ما تعملش كده، بس ما تعملش كده. لا ما فيهاش اسم ولا حاجه، بس اسمه ايه؟ بيع فضولي، يسموه بيع الفضولي. هو فضولي بيبيع ما ليس عنده، واخد بالك؟ بيع فضولي. زي واحد يقول عليا الطلاق من مرات واحد صاحبي، ما ينفعش يا ابني. وانت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واخد بالك؟ لا طلاق بغير نكاح. انت ازاي هتطلق وانت ما نكحتش؟ لا طلاق بغير نكاح. فهل لو قال لامرأة لو تزوجتك أنت طالق فإن عقد عليها تطلق؟ خلاف. خلاف. ها؟ حظه كده، اللي قال لها كده طلعت هي نصيبه وراح اتجوزها بعد سنة. يعني هو كان قاعد معايا بتشتغل معاه في العمل. قول لها يا شيخ ده أنا لو متجوزك كنت طلقتك عشان عملت معاه في موقف في العمل وحش. مثلا. وبعد سنة فكر يخطب لها هي كويس فخطبها وعقد عليه. هل تطلق بالكلمة اللي قالها دي ولا لا تطلق؟ نروح دار الإفتاء بقى. نروح دار الإفتاء ونرفع القضية دي عندهم ونشوف هيقول لك إيه فيها. يبقى للعاقد عليه ولاية ولو في الواقع، فلو باع مال مورثه ظانا حياته فبنى ميتا صح لتبين أنه ملكه وخرج بذلك الفضولي. وهو من ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل فلا يصح عقده وان اجازه المالك. واحد صاحبي عارف ان انا عندي عربيه مواصفاتها كذا وانا مش ناوي ابيعها ولا حاجه، هو قاعد في النادي مع واحد صاحبه بيشربوا شاي، فصاحبه ده بيقول له انا عايز اشتري عربيه مواصفاتها كذا، قال له والله ده انا عندي واحد صديقي عنده العربيه فيها نفس المواصفات دي، ايه رايك انا بعتها لك بقى ب100,000؟ انا ما عنديش خبر، فبصيت لقيته جاي لي بالليل يقول لي ايه رايك انا بعت لك عربيتك دي ب100,000، انت موافق ولا مش موافق؟ هو ده بيع الفضولي. فلو اجازته لا ينعقد البيع برضه لانه ملوش ولايه حتى لو اجازته، لان ايه؟ الصيغه تمت مش بين العاقدين، الصيغه تمت بين فضولي وبين مشتري. الفضولي ده ملوش صفه. واركان العقد ابو عند الاحناف تجيه، لان عند الاحناف يسموه عقد ايه؟ فاسد مش باطل، يقف على اجازه ده عند الاحناف، لكن عندنا احنا الفاسد والباطل واحد في العقود، لا فرق، مش كده برضو؟ احنا بنشرح مذهب الشافعيه عشان ما تلخبطش الناس. سمسره السيارات بيعملوا كده خلاص، يصح بيعهم على مذهب الاحناف اذا اجاز المالك، لان ده بيع فاسد عند الاحناف وليس باطل، فاسد وموقوف على اجازه المالك، فان اجاز المالك انعقد. واضح؟ لانه هو بيع في الصوره دي فاسد وحرام على مذهب الاحناف كمان، فاسد وحرام، واخد بالك ازاي؟ فان اجاز صح مع الحرم. واضح؟ لكن عند الشافعيه باطل اصلا، لا ينبني فيه تملك، لا ينبني عليه تملك اصلا ولا انتقال ملكيه، وده اكل اموال الناس بالباطل. واضح؟ والخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. سمسار البيوت نفس الوضع كده، بس انا اللي بقول له انت هتبيع البيت دوت او الشقه ديت بالمواصفات ديت السعر الفلاني. ده السمسار يا استاذ، ده سمسار انت قايل له، خلاص انت قايل له. وبعدين بيتم العقد عند السمسار ولا لما بيجيب لك الراجل؟ خلاص، يبقى هو بيجيب لك الزبون. احنا بنتكلم على عقد البيع. عقد البيع ما تمش، السمسار وهو جايب الزبون ده ما عملوش عقد بيع ولا حاجه، ده جاي لك لسه. وبعدين تقعدوا مع بعض وتجيبوا محامي وتقول بعتوك بكذا وقابلت واديت وكده، ده ما فيهاش مشكلة. بيقول فلا يصح عقده وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه، ولا بد في البيع. نقف عند حدية عشان احنا طولنا عليكم. ايه؟ نقف على ولا بد في البيع. كان بد نقف آخر الصفحة، بس أنا شايف إن أبو وهبة تعب خالص. ابو وهبه اكتر واحد تعبان قاعد اهو. ها؟ قاعد يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، ابو وهبه مش مستحمل.
حاجة بسيطة. طيب نكمل يا ابو ابا، نكمل السطرين. طيب بس عشان انت اتعب، ما اصلي يقول لك الضعيف سيد القوم، هو اللي يحدد سرعة الركب، هو اللي يحدد كل حاجة. الضعيف كده لو واحد قال لك انا مثلا ايه بردان والناس كلها حرانة، تقفل التكييف علشان هو بردان، هنعمل ايه؟ نصيبنا كده انه جاي بردان ويصلي معانا، نقفل التكييف ها؟ ليه تطلعه؟ ما هو جاي يصلي، الشفقة حلوة. ولا بد في البيع الى اخره، اي لان البيع منوط بالرضا، ولا بد في البيع من ايجاب وقبول. فبيقول لك لان البيع منوط بالرضا وهو امر خفي، الرضا ده امر خفي، فما ينفعش البيع يتم الا بالفاظ تدل على اللي في القلب. فهمتني ازاي؟ لكن ما ينفعش يقول ايه القلب خلاص راضي، ما ينفعش راضي ايه؟ طب انا اعرفني، يعني اقول لك مثلا ما تبيع لي الكتاب ده، تبص لي كده بصه كده وبعدين ايه بعشرة جنيه، تفضل باصص لي برضو كده ما تردش، وانا اروح لميك العشرة جنيه واخد الكتاب، ما ينفعش، ما تمش البيع. ممكن هو مستمعني اصلا، يمكن سرحان، يمكن بينام وعينيه مفتحه، يمكن اي حاجة، ما ينفعش، لازم يجاوب احس ان هو متجاوب معايا، عشان ده نقل ملكية، دي عملية بينبني عليها نقل ملكية، بني عليها حقوق. هيقول لك هنا، هيجيب لك هنا، لان البيع منوط بالرضا وهو امر خفي، فاعتبر ما يدل عليه من لفظ ونحوه كالكتابة واشارة الاخرس، فلا يصح البيع بالمعاطاة. الكتابة للايه؟ لغير الحاضر، وإشارة الأخرس لغير القادر على النطق، لكن اللي حاضرين ما ينفعش الكتاب. لو احنا الاثنين قادرين على النطق ونعمل العقد بغير ألفاظ، تكتفي بالكتابة، ده مش عقد، باطل، ما انت ما ينبنيش عليه ملكية. يعني احنا الاثنين قاعدين ساكتين مع بعض وكتبت كده بعتك عمارتي الموجودة بتاعك بخمسة مليون جنيه، كتبت كده ومضيت، وانت تروح ايه تكتب تحتها قابلت وتروحت ماضي، ده ولا حاجة بالله وشميتها ولا حاجة. لازم نقول باللفظ لان احنا الاتنين حاضرين قدام بعض وقادرين على النطق. طب امال ايه الكتابة؟ الكتابة توثيق مش عقد، توثيق بس، علشان لما تيجي في يوم من الايام انت راجل عندك زهايمر وبتنسى، تيجي لي بعد سنة تقول لي انا ما بعتلكش ولا حاجة، هطلع لك دي موثقة وفي شهود. فهمتني ازاي؟ يبقى دي اسمها توثيق وليست عقد. يبقى الكتابة توثيق وليست عقد للحاضر، ولكن قد تكون عقد للغائب. واضح؟ لما اكون انا مسافر بعيد وابعت لك مكتوب ويكون خطي معروف ان ده خطي، فهمتني ازاي؟ وموثق منه، يبقى في الحالة دي ممكن ايه يتم العقد بالكتابة للايه؟ بالكتابة لغير القادر على النطق ولكن قادر على الكتابة، او لغير الحاضر. واضح؟ طيب غير القادر على النطق بالإشارة المفهمة، بالإشارة المفهمة، لكن إشارة غير مفهمة ما ينفعش. واضح؟ وإشارة الأخرس، فلا يصح البيع بالمعاطاة. المعاطاة يعني هات وخد واحنا ساكتين، ده اسمه بيع بالمعاطاة. ويرد كل ما أخذه إن بقي وبدله إن تلف، ولا مطالبة به في الآخرة لطيب النفس به. واختار النووي وجماعة صحة البيع بها في كل ما يعده الناس بيعا، لأن المدار فيه على رضا المتعاقدين، ولم يثبت اشتراط لفظ فيرجع فيه إلى العرف. وخصص بعضهم جوازه بالمحقرات كرغيف عيش ونحوه، وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الإثم، فإنه مما ابتلي به كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية. يبقى البيع بالمعاطاة في ثلاث مذاهب، والثلاث مذاهب هي ثلاث وجوه عند الشافعية. بيع بالمعاطاة أنه لا يجوز مطلقا، بالمعاطاة يعني بغير صيغة، بغير صيغة، هات وخد. يعني تروح أنت، عدي لك مثال، تروح أنت مثلا السوبر ماركت، البضاعة مكتوب عليها السعر وقدامها صندوق، تاخد أنت البضاعة وتحط في الصندوق السعر وتحطها في جيبك وتنك ماشي، وهو التاني صاحب السوبر ماركت قاعد بيبص في الحجرة من جوه بيراقب عشان ما يحصلش سرقات، ما حصلش مواجهة بينك وبين اللي بيبيع. فهمتني؟ اهو ده بيع بالمعاطاة، بيع بالمعاطاة الصورة دي مثلا. تروح انت الصبح
تجيب الجورنال تلاقي الراجل مشغول في اي حاجه حاطط الجرايد، تروح رامي الجنيه واخد الجورنال وتنك ماشي، ولا قلت له ايه بعني الجريده بجنيه مصري فقط لا غير، يقول لك قبلت، يستلم. لو قلت كده يقعد يضحك عليك، علشان كده يقول لك يتخذها سخريه. يبقى البيع بالمعاطاه المذهب الشافعي اصله انه لا يصح ولا تنتقل بملكيه. الامام النووي قال لا، وجه قال فيما تعارف عليه الناس بالمعاطاه يمشي حسب العرف لان العاده محكمه، فالحاجات اللي تعرف عليها الناس انها بالمعاطاه هات وخد، هو حاطط السندوتشات لففها 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 وحاططها كده في الباترينه، وتروح انت ايه تروح حاطط زي بالظبط، عارف انت البتاع الصندوق دي اللي بره بالكهرباء، تحط مثلا دولار وتدوس على الزرار ينزل لك ميرندا، وتدوس على الزرار الثاني ينزل لك سندوتش. اه ده بالمعاطاه، فهمتني ازاي؟ هذا لا يصح عند الشافعيه في الاصل كده، لكن يصح على مذهب الامام النووي وهو من الشافعيه على هذا الوجه فيما تعرف عليه الناس. وفي وجه ثالث ومذهب ثالث يقول لك في المحقرات دون ما له قيمه، في الحاجات الحقيره يعني حزمه جرجير، ساندوتش، الجريده، حاجات بسيطه كده بجنيه ب2 جنيه ب5 جنيه، حاجات بسيطه. انما حاجات تانية لا، ما ينفعش فيها المعاطاه. هتبيع عماره، هتبيع سياره، هتشتري ثلاجه، هتشتري غساله، فهمت؟ هتشتري موبايل، حاجات بقى بالمئات وبالالاف ما ينفعش بقى فيها المعاطاه دي، لازم بالصيغه والعقدين يبقوا عارفين بعض علشان ممكن ترد له بالعيب يبقى عارفك، فهمت؟ والا هينبني عليها مشاكل. قوله من ايجاب وقبول، يبقى لازم لابد في البيع من الايجاب والقبول، اي متصلين عرفا متفقين معنا غير معلقين ولا مؤقتين وغير ذلك من الشروط، ودي اتكلمنا عليها الدور اللي فات. قوله فالاول اي الذي هو الايجاب، وقوله كقول البائع او القائم مقامه اي نحو الحاكم عند الحاجه اليه، كان توجه عليه بيع مالي في قضاء دين عليه فامتنع فيقوم الحاكم مقامه في البيع. وقوله بعتك وملكتك اي كذا بكذا، ومثله اشتري مني وجعلته لك بكذا، ناويا البيع في الأخيرة. وعلم من ذلك أنه لابد من اشتمال على الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم الإشارة، يعني بعتك هذا، ولو قال بعت يدك مثلا صح حيث قصد بها الجملة، وقيل يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا. قول والثاني اليد اللي هي الملك، يعني بعت اليد هنا بمعنى الملك. قول والثاني أي الذي هو القبول، ويصح تقديمه على الإيجاب كما لو قال بعني بكذا، فإن بدأ بقبلت لم يصح إذ لا ينتظم الابتداء به، وبه صرح الإمام اللي هو الرفع، والأوجه الصحة كما جزم به الشيخان النووي وأبي زكريا الأنصار في نظيره في النكاح. وقولك قول المشتري أو القائم مقامه أي كالوصي، وقول اشتريت وتملكت ظاهره، وإن لم يذكر المبيع ولا الثمن لا بالاسم الظاهر ولا بالضمير، وقال ونحوهما أي كقبلت، ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين، كما لو قال البائع بعتك فقال المشتري تملكت، أو قال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت، لحصول المقصود بذلك. قول والثاني من الأشياء اللي هو الثاني نوع اللي هو بيع السلم، نقف عليه المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ماتك ومداد كلماتك. على فكرة يا جماعة، الإمام المقصود به إمام الحرمين، والشيخان اللي هو الرافعي والنووي، الشيخان الرافعي والنووي، فتح الله.